مرحبا. كيف؟ مرحبا. الو فادي عبد الله ثابت وتسلم عزاتي שקיבל הכרה בינלאומית בזכות עבודותיו המרהיבות והמדהימות. פאדי יספר על איך זה מרגיש להיות אמן בינלאומי כלוא בעזה. صباح عليكم. واو قلنا صباح الخير يا الله. هاي الكاميرا شو شفنا صور منا. فادي احكي لنا عن البداية. في انا قرأ الجملة اللي فيها انت قلت سمعت الشطر تبع الكاميرا. احكي لنا عن هاي اللحظة. يعني بعد تخرجت من التربية الفنية كنا طالعين في رحلة رسامين وحسيت في راجل جنبي مسك الكاميرا وعمل بالشكل هذا بالضبط هيك. فلما ضغط على زر الشتر حسيت انه في حد داخلي اندر عليه دلو مية. تمام. لما اندر عليه دلو مية فمثل المارد صح هيك ورفع المية وانه بفكر بده يعمل اشي. بعت لناس كان مش كتير بغزة متواجد. بعت لناس انه جيبوا لي من الامارات جابوا لي وانطلقت. طبعا انطلقت اجوب كل الشوارع. كان في هيك عمل صورة معينة او مشروع بعرفش اللي هيك كان مهم، كان علامة على صعيد شخصي وعلامة على صعيد مهني. في صورة كتير انتشرت الطفلة الصغيرة اللي ماسكة بإيدها الكتب اللي بتصرخ، شفتيها؟ يمكن شفتيها. هاي صورة منتشرة على مستوى العالم جدا، لكن في ناس أخذوها بشكل مغلوط. ومن هنا أنا يعني بقول إنه هاي الصورة إلي، مصور فادي ثابت، حكوا إنها من سوريا وحكوا إنها من العراق وحكوا إنها من أفغانستان، وانتشرت بطريقة رهيبة جدا. لكن أنا كنت ماخذ على نفسي عهد ما بدي أحكي عن قصة البنت هاي، لكن بالاخر اضطريت اني احكي على قصة البنت هاي، انه كان في قصف مدفع جنب بيتهم وهي مع الخوف انا كنت بامشي جنب الشارع، هي طلعت بالشارع ومع الخوف. تخيلي مش ماخذه معها سندويش، مش ماخذه معها ملابسها، ماخذه معها ربما كتبها وكتب اخوتها الصغار، ماخذه مجموعه من الكتب وشارده من القصف المدفعي. أنا بعتبر هذه الصورة هي أيقونة للحق في التعلم، الحق في الحياة. فادي اختار إنه يصور وجوه أطفال اللي فيش فيها دم، فيش فيها قتل، فيش فيها أشلاء، رغم إنه أنت قبل شوي كمان أنت حكيت عن الأشلاء. فسؤالي هو ليه كان هذا الاختيار؟ لكن أنا أخذت لنفسي منحة أسلوب خاص إني أصور وجوه الأطفال البريئة المحرومة، نوصل فكرتهم للعالم من خلال عيونهم. وأخذت العيون الملونة عشان أقول للعالم إنه مش بس ألمانيا وبريطانيا والنمسا والنرويج اللي فيها عيون ملونة وماخذة حقوقها، لكن ابن غزة المسكين، الطفل ابن غزة اللي مش بلاقي يأكل ولا يشرب ومحاصر، منوصل رسالة من خلال عيونهم الملونة والبريئة إنه غزة كمان ما تناموا عنها، فيها عيون حلوة وفيها أطفال حلوين، لكن الفقر شوية شوية خرمش وجوههم. وكأني بتعرفي شوية رجاء بحكي، وكأني بحكي إنه إحنا نفسنا نعيش. تخيلي أنا 40 سنة عايش ما شفتش يوم بدون احتلال. أنت فاهم إنه الإشي الوحيد اللي جاي عبالي أقول لك، يا أنت منفعش تضلك محبوس، أنت منفعش تضل محبوس. الأولاد اللي هن تقريبا مركز، مش بس مركز التصوير تبعك فادي، هم انت منشغل فيهم صح؟ مشغول بالأولاد. والشعور هذا تبع انه بتصور هاي الطفولة وهاي الحالة الإنسانية تحت الإصرار، كيف بتحس وانت بتصورهم؟ انا مره كتبت بوست على فيسبوك انه انا محتاج حصانه نفسيه. ليه؟ لانه في الاخر انا انسان يعني زيهم، بعيش الضغوط وبعيش الواقع،
لكن أنا رسالتي صادقة، ولأنه رسالتي صادقة كثير بتنهد، كثير صارت تجيني التنهيد هاي، مش قادر أخذ نفس، متخيلة مش قادر أخذ نفس. ليش؟ لأنه الألم أنا بعيشه كمصور. إنجاز تحت كل اللي أنت بتحكي عنه. أهم إنجاز إنه أنا رغم كل هذا، رغم إنه ملايين من المصورين الأحرار بالعالم بيقدموا لجوائز، كان شباب غزة دائما لهم حضور الأوائل. تخيلي. على فكرة تعال نحكي عن الجوائز شوية، كم من جائزة أخذت أنا؟ فحصت ما فيش جائزة في العالم العربي إلا أنت أخذتها. قبل شهور أخذت جائزة من بلجيكا اسمها جائزة السيدة إنسانية، بيقدموها يعني كنت أنا وناصر اللحام وسناء موسى وثلاثي جبران، في اثنين من غزة كمان. السنة هاي أخذنا هاي بيعطوها على عمل إنساني أنت بتقدمه، أنا أخذت على الفوتوغرافيا، إشي كبير على مستوى العالم إنه بيعطوك تمثال السيدة إنسانية، وإحنا مش عايشين، إحنا مش عايشين في الإنسانية. تخيل إنه أنت شو كيف يعني التناقض. أنا بيجيني فرص إني بدي أسافر، بدي أطلع، بدي أوصل فكرتي، بلاقي الدنيا مسكرة بوشي، كيف بدي أطلع يعني؟ أقول لك أنا استلمت جوائز كثير، استلمت جوائز كثير، كان نفسي إني أطلع على المنصة وأتوج كإنسان محترم، لابس قرافة وبدلة وحاطط عطر ورش عطر، بدل ما هو بالعرق، هل شايفة كيف بالعرق والقرف اللي إحنا فيه؟ تمام؟ لكن أنا أضل أتحسر بحسرتي عشان الاحتلال، وعشان الجندي، بس أرجع عشان الجندي اللي حامل الحديدة وواقف وبيمنعني بيقول لي لا أنت من غزة، روح للبيت، روح للبيت. تمام؟ شو هاد الشعور فادي؟ بس أنا نفسي أطلع أمثل، أنا نفسي أقف جنب صوري عشان أحكي القصة، عشان أحكي قصة الأطفال. لو ما أي واحد بده يتكلم عن ثاني ما حيحكي نفس القصة اللي أنا عشتها وعايشتها وشفتها. أصعب شعور هو الشعور بأنه لا تستطيع فعل شيء، فهو ألم وهو حزن وإلى آخره إلى آخره، بس هو كمان شعور بأنه أنا 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 لا حول لي ولا قوة في تغيير الوضع إلا يمكن بالأشياء البسيطة اللي أنا بعملها. والتقاطع بيننا انه انت فلسطينيه تمام وانا فلسطيني، تمام انت فلسطينيه وانا فلسطيني، لكن ليش ابن غزه الفلسطيني بيدفع بالغالي، بيدفع بالدم وبيدفع بالاشلاء وبيدفع بالموت، وانت فلسطينيه ما بتدفعي نفس الثمن، وكل الفلسطينيين في كل العالم ما بيدفعوا الثمن زي اللي بيدفعه ابن غزه، لانه بيدفع من اللحم الحي زي ما بنحكي، بيدفع من اللحم الحي. يعني أنا فنان وأنا مصور وأنا بنقل حالة إنسانية حلوة جدا، لكن ما بقدرش أعزل حالي عن الواقع، أنا بيتمرس علي قهر. مصور بهذا الحجم اللي انت فيه اليوم شخصيا ومهنيا فادي، بشو بتحلم ولا بتحلم ايش؟ لا بحلم طبعا، بحلم إني ألف العالم كله وأوصل رسالة الأطفال هذول، رسالة أطفال غزة، رسالة الحرية ورسالة السلام. بحلم إني أعمل معارض في كل العالم أوصل رسالة الأطفال هذول، لأنه رسالتهم صادقة. لما أنت تشوف صورهم، تشوف عيونهم، تشوف آلامهم، تشوف أحلام بسيطة، أحلام صغيرة. المطلب الأول إنه إحنا من حقنا كفلسطينيين اتهجرنا من بلادنا، إنه إحنا نرجع على 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 بلادنا. بعرفش حل سياسي مش حل سياسي، بس انا حقي اني ما ضلش عايش في غزه، انا بدي ارجع على بئر السبع اللي هي ارضي وارض جدادي واللي حكوا لي عنها جدادي وغير كثير بدهم يرجعوا على بلادهم. بنشوف حل سياسي، احنا ما شوف حل سياسي، حل اقتصادي، ما بعرف كيف، بس احنا حقنا اني انا اجي اشوفك من غير ما 100 جندي يوقفني واتساءل وبدا يطلع لي ورقه تصريح والله ما يطلع لي، من حقي انه انت صديقي اجي اشوفك انا إن في بلاد كل انتوا عايشين فيها، من حقي اشوف الناصره واشوف يافا واشوف حيفا واشوف اشوف اللد، ومن حقي اشوف الخضيره والعفونه، من حقي ان اشوف. اذا احنا محاصرين راح نوصلها عن طريق الفيسبوك وعن طريق تويتر وعن طريق الانستغرام، وراح نفتح شبابيك ونوافذ من بيت من بين الجدران المكسره ومن بين القصف ومن فوق البيوت المدمره. احنا عندنا فوق البيوت المدمره حطوا فرق موسيقيه وغنوا وغنوا للحب وللحرية وللسلام، لما يلاقوا حل الإنسان للناس يعني.
اسمع، في كمان اكمل اسالك كتير، بس انا بتخيل قلت كل الشغلات. شكرا كتير. شكرا لك كثير، يسعد قلبك. شكرا لك، شكرا للمصور اللي تعب معنا تحمل. الله يعطيك العافية، يعطيك انت العافية بهذا الحم قعدت. يسعدك، يعطيك العافية، موفقة دائما. يعطيك العافية مبسوطة فادي، يسلموا كتير عن جد، شكرا باي جزيلا، باي. يعطيك يسعد العافية. לפני יומיים פאדי סיפר לי שהצליח לצאת מעזה למצרים ומשם ללבנון על מנת להציג את עבודותיו. פאדי ימשיך לספר את סיפורם של ילדי עזה. אנחנו נפגש בשיחה הבאה.